مرة أخرى. خليني أبتدي بأخبار نادي الزمالك، واللي يمكن كان فيه النهاردة صدمة لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك يعني كإدارة نادي الزمالك بإرسال الفيفا حيثيات حكم حمدي النقاز، واللي كان منذ فترة رفع قضية أو شكى نادي الزمالك بمستحقاته وحصل على حكم على بهذا الحكم على مبلغ مالي قيمته 1,300,000 دولار. نادي الزمالك طبعا رجع بان شكك في المستند اللي قدمه حمدي النقاز بانه المستند ممكن يكون مزور، او كما قيل او كما بعث للاتحاد الدولي ان المستند ده مزور، ولكن من خلال حيثيات الحكم ان الاتحاد الدولي فيفا اثبت صحه هذا المستند اللي قدمه حمدي النقاز، وبالتالي الحكم بقى خالص بالنسبه لحمدي النقاز وان نادي الزمالك لازم يدفع هذا المبلغ لهذا اللاعب. طبعا عايز اقول لكم ان المستند ده كان بالنسبه لحمدي النقاز جاله بالصدفه ازاي؟ ان هو طبعا كان مستقر هنا في مصر، وبالتالي كان عائلته معاه، وبالتالي عايز يدخل بنته مدرسه، فاخد هذا المستند ان هو بياخد مبلغ مالي كل شهر من نادي الزمالك وقدمه للمدرسه، فبالتالي كان بمحض الصدفة بنية صافية. طبعا نادي الزمالك بيطلعه لان هو كان يهمه اللاعب في التوقيت ده ان هو بنته واستقراره والامور اللي بيستقر بيها اللاعب، سواء بقى بنته في مدرسة او عيلته في شقة، يعني الامور الطبيعية. فبالتالي المستند ده حصل عليه حمدي النقاز من نادي الزمالك نفسه اثناء يعني عايز ان هو يحصل على موافقة المدرسة بدخول بنته للمدرسة في مصر. فيعني ده المستند اللي استند عليه حمدي النقاز ب ان هو ياخد هذا الحكم على نادي الزمالك، واكيد نادي الزمالك لسه هيشوف ممكن يعمل ايه، لكن خلاص الفيفا بعت حيثيات الحكم بحصول هذا اللاعب على هذا المبلغ 1,300,000 دولار. ودي كانت طبعا مفاجاه لجماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك، لان كان معتمد بشكل كبير من المستشار مرتضى منصور ان يكون هذا المستند يكون في تزوير كما قيل يعني، او كما بعث في هذه القضيه. ايضا في جزئيه برضو بالنسبه لنادي الزمالك، تخوف نادي الزمالك من الاجانب اللي هم هقول لكم مين، ونجم، اشرف بن شرقي، وساسي. هم ليهم مستحقات مفروض يحصلوا عليها هذا الشهر، لكن حتى الان لم يحصلوا عليها، عشان كده نادي الزمالك بيحاول يسابق الزمن للحصول على مبلغ 15 مليون جنيه عشان يديهم للثلاث لعيبه دول، لان طبعا في وقت من الاوقات اللعيبه دي جاي لها عروض، او الفتره اللي فاتت كان جاي لها عروض وعروض مغريه، فبالتالي لو فسخوا عقدهم او ما خدوش فلوسهم او نادي الزمالك ما التزمش بالعقد معاهم، اعتقد هيبقى العقود اللي جايه لهم من بره او العروض اللي جايه من بره يعني هتخليهم يفكروا بشكل كبير ان هم يفسخوا العقود نتيجه عدم التزام نادي الزمالك في مستحقاتهم. فبالتالي ال 15 مليون جنيه هيكونوا موجودين في الفتره دي عشان يسددوا مبالغ المستحقه على نادي الزمالك بالنسبه لرواتب هؤلاء اللاعبين، سواء نجم او اشرف بن شرقي او فرجاني ساسي. ده بالنسبه لهذا الخبر. ايضا بالنسبه لمستر كارتيرون، جلسه اخيره مع مستر كارتيرون حددوا فيها بعض الامور وكل الامور الخاصه بعقده لتمديد عقده للفترة القادمة. يعني الجلسة كانت حسمت بشكل كبير ان في نسبة 20% هتبقى زيادة في عقد مستر كارتيرون عن العقد السابق، وده اعتقد خلاص يعني هم الرتوش الاخيرة مع امير مرتضى منصور المشرف على الكرة.